السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المتابعين الكرام، يا رب تكونوا بخير. يا ريت اللي أول مرة يدخل قناتي يدخل على الفيديو ده، يعني يعمل لي مشاركة اشتراك ويشارك الفيديو ويعمل لي لايك فضلا وليس أمرا. مرحبا بكم. النهاردة انا عاملة فيديو جميل قوي. انا عن نفسي بحب بصراحة الفيديوهات دي لان دي هوايتي. اي حاجة قديمة عندك في البيت هتستغليها وتعملي بيها تحف فنية. فانا اول ما بتجيلي فكرة كده وبلاقي حاجة عندي اتكسرت او حاجة بحب احولها لحاجة تانية، فانتوا هتشوفوها في البيت وهتشوفوا الادوات اللي انا استخدمتها، وكلها كانت حاجات عندي مش مستخدماها او كانت بتاعت حاجات قديمة عندي. يعني الطبق الكريستال ده كان طبق، كان بومبونير عندي وليها غطا كده طويل واتكسر، فانا قلت لازم اعملها او اغير شكلها. فزي ما انتم شايفين اهو دلوقتي، والكاس ده كان عندي كان فيه ذهبي حلو كده بس كتر الغسل فيه بقى، يعني كان بيتضايق بالليفة والكلام ده غصب عننا يعني، فطلع الذهب اللي فيه. وده اللي هي الحاجات اللي هي بتبقى زي الألماس والحاجات دي بتتلزق على الإيدين والكلام ده، أنا ما بقيتش استخدمها. ودي توكة بتاعت فستان سواري كان عندي قديم، كانت عجباني شكلها قوي فمرضتش ارميها، وقلت لما اخد الاستراس اللي فيها واعمله لكم واوريكم الطريقه بنطلعه بكل سهوله. وهو طبعا الفيديو ده مش محتاج ان انا اتكلم فيه خالص، فانا دلوقتي بس بشرح لكم في الاول وهسيبكم بقى مع الفيديو. هنشيل استرس بطريقه سهله. بتجيبوا اي مثلا مبرد عندكم او حاجه كده زي شبه المقص الصغير ده، وبتشيلوا الحاجات اللي هي بتمسك الاسترس في التوكة او في اي حاجة عندكم فيها استرس زي ده كده. وبعد كده بتلمعوه طبعا، لان انا زي ما قلت لكم الفستان ده كان قديم عندي. فبس هطلع كل الاسترس اللي فيه والمعه، وبعد كده هستخدم المسدس ده اللي هو اللي احنا بنلزق بيه. يعني انا قلت افضل من اللزق اللي انا كنت بعمله، وكان ساعتها بهدل ايدي ولزق الدنيا كلها، فعشان كده قلت لازم اعمل بقى بالمسدس افضل انضف يعني. وانا دلوقتي بطلع اللي هو الكريستال اللي هو في التوكة. انا مش عارفه بصراحه كان اسم ايه اللزق اللي بيتحط على الايدين ده، لسه موجود باللزق اللي فيه مع انه عندي بقاله كام سنه، يعني كان مركون في الدرج وما بستخدمهوش، فقلت استغله في اعمل له اعاده تدوير واستغله في التحفه دي. وبكمل في ان انا اشيل الاسترس كله من التوكة. بيطلع بكل سهولة على فكرة، وفي منهم وحدات طارت مني في الهواء عشان كنت بضغط تحتها كده بالمقص، فالمفروض لما تيجوا تضغطوا من تحت تحطوا ايديكم فوق عشان ما تطرش. وبكملها بقى كلها وارجع لكم بقى عشان ما نطولش اكتر من كده. وخلاص كده التوكة فضيت خالص من كل
الستراس اللي كان فيها كريستال، بس بخليهم بقى على جنب لغاية ما هلزق الكاس في البونبونيرة قدامكم. لازم نملى الكاس من الحتة اللي احنا هنلزقه في البونبونيرة فيه، يعني لازم نملاها بالشمع ده بتاع المسدس ده عشان نضمن ان هو مش هيفك من البونبونيرة. اتلزقت البونبونيرة في الكاس بكل سهولة طبعا زي ما انتوا شايفين. ودلوقتي هلزق الترتر اللي هو بيتلزق على الايدين ده، هحطه في الكاس طبعا، ده هيبقى في القاعدة بتاعت الكاس الكبير يعني. دلوقتي هبتدي ألزق اللي هو الستراس في البونبونيرة بقى. وزي ما انتوا شايفين انا لما لاحظت ان مش باين في التصوير اللي انا بركبه، فاضطريت ان انا اقلب الكاس على كله علشان اعرف احط لكم فيه الاستراس ده ويكون واضح اللي هو الكريستال يعني. اظن كده اوضح.
كل ما الكريستال بيزيد بيبان شكل الكاس احلى. طبعا انا كنت اتمنى كانوا يبقوا توكتين عشان كنت ازود اكتر، بس طبعا عادي الكريستال والحاجات دي موجودة عند الخردواتي، بس انا قلت ده حاجة احنا بنستخدم فيها حاجات عندنا قديمة ومش مستغلة. بس اللي عاوزة كانت لو عندها حاجة زي كده وعايزة تزودها بتشتري كريستال تاني من عند الخردواتي وبتزوده، هيدي شكل احلى واجمل. انا ممكن ابقى ازوده بعد كده وابقى اوريه لكم يعني، لكن انا عملت على قد اللي هي الحاجات اللي انا بعمل لها اعادة تدوير عندي في البيت، لكن لو زودناه شوية كان بقى احلى.
والرسمة اللي انت بتعمليها بتاعت الكريستال، اي رسمة تخطر على بالك، اي شكل هيطلع في الكريستال تحفة. يعني هو معروف الحاجات دي بتدي اشكال جميلة لوحدها، لو انت رصيتيهم كده بشكل معين او بأي فكرة في دماغك بيطلع حلو جدا. فعادي ما تلتزميش برسمة ولا اي حاجة. والشمع بس بكل ما حاجة بتطلع منه كده ولا كده بيبقى بيعمل زي فتل وخطوط كده، بتشيليها عشان ما تشيلش ما تضيعش الشكل الحلو بتاع الكريستال لما يكون لامع. وبضيف واحدتين كريستال كده عشان اللي هو الرسمة اللي بتتحط على الايدين دي يعني صغيرة قوي، فالكريستال اللي فيها مش ظاهر او الالماز اللي فيها مش ظاهر، فانا هحط لها كام واحدة صغيرين بس هيبينوها على طول، برزوا جمالها وبينوها. والمفروض بعد ما بنخلص لزق الكريستال كله بنبدأ ننظف لو في اي بواقي من الشمع ده على رواقه كده، يعني لو في حاجة لقيتوها طالعة كده ولا حاجة دي هنبقى اشيلها بعدين، سهلة جدا. يعني بتتعمل كده بالمقص ده او بتتمسح ممكن بحبة سبرتو كده يعني، او حبة اسيتون. الله اكبر، الله اكبر، الحمد لله. وبعتذر على الإطالة في الفيديو ده، بس أنا كنت عايزة أركب كل حاجة قدامكم من غير ما أقولكم هكمل وارجع عشان يكون على الواقع. كده اكتمل كاس الكريستال الكبير يعتبر، لأن هو كاس صغير تحت وبونبونيرة فوق، فأنا اعتبرته كأنه كاس كبير. فده ممكن أهديه لأي حد بقى هيشترك في قناتي إن شاء الله. ومرحبا بيكم جميعا، ويا رب يكون عجبكم الفيديو وشكل التحفة الحلوة دي. انا عن نفسي عجباني جدا بصراحة، يعني طبعا كل واحد وذوقه، يعني ممكن ناس تانية ما تعجبهاش، بس انا شايفاها حلو وجميل. ولو عجبكم بقى يا ريت ما تنسونيش من الاشتراك واللايك والشير عشان الناس تشوف التحفة الحلوة دي، وبحاجات يعني كانت عندنا قديمة مركونة في الادراج او محطوطة في النيش كده على الفاضي وبايظة، فاحنا جددناها وعملناها تحفة ممكن تتحط على ترابيزة او على كونسول ولا اي حاجة في البيت، تدي شكل جمالي. ويا رب يكون عجبكم الفيديو، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.